بسم الله الرحمن الرحيم انذار خطير للناس اللي بتصحى تصلي الفجر جنب السرير وتنام تاني قال عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح في البخاري وفي مسلم وفي مسلم اثقل الصلاه اثقل الصلاه على المنافقين العشاء والفجر ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا ولقد هممت ان امر الصلاه فتقام ثم امر رجلا ليصلي بالناس ثم امر بحطم فيحطب ثم انطلق مع رجال معهم حزم من النار فهو خالف للاقوام لا يشهدون الصلاه في جماعه فاحرق عليه بيوتهم يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم سمع الناس اللي تستسقي انها تروح الجامع في صلاه الفجر منافقين مشكله وبس وهم انه يروح يحرق بيوتهم طب ايه اللي منعه؟ قال عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح لولا ما في البيوت من النساء والذراري لخالفت لاقوام لا يشهدون الصلاه في جماعه فحرقت عليهم بيوتهم يعني لولا النساء والاطفال اللي ما همش ذنب لو رحت للناس دي بيوتها حرقتها ده مشكله وبس ده الصلاه الصلاه لا تقبل في كثير من الحديث الصحيحه اقول لحدكم بعضها القليل منها روى ابو داود في صحيحه من سمع النداء فلم يمنعه فلم يمنعه من ان ياتي عذر فلا صلاه له وفي روايه اخرى لم تقبل منه الصلاه التي صلاها لم تقبل منه الصلاه لم تقبل منه الصلاه ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وشوف شوف الحديث الخطير ده رواه الامام الطبراني وصححه احمد شاكر لو ان رجلا رجلا دعا الناس الى عرق او مرماتين لا اجابوه وإنهم وإنهم لو دعونا إلى هذه الصلاة في جماعة فلا يأتونها. ولقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس. لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أضرمها عليهم نارا وإنه لا يتخلف عنها إلا منافق. يبقى علامة النفاق إنك تكسل وتستسخل الصلاة، لأن واحد ربنا بيناديك وما تروحش، لو واحد إنس... لو إنسان ضعيف <applause> شوفوا الحديث اللي انا لسه لكم دلوقتي بتاع الطبراني الرسول بيقول عرق او مرمتين لو واحد عامل وليمه ولحمه وفته الناس هتيجي تجري وربنا بيناديهم يبقى هم بيفضلوا الشخص ده ويفضلوا الاكل على ربنا ده, ده كفر وشرك زي كروية من حديث معاذ بن انس الجفاء والكفر والنفاق من يسمع نداء الله من يسمع نداء الله فلا يلبه سيدنا ابو هريره بيقول لان تمتلئ اذن ابن ادم رصاصا مذابا لان تمتلئ اذن ابن ادم رصاصا مذابا خير له من ان يسمع حي على الصلاه حي على الفلاح فلا يجيب حتى إمام التابعين سعيد بن مسعود قال في قول الله سبحانه في قول الله سبحانه وتعالى يوم يكشف عن ساكن ويدعون إلى السجود إلى السجود فلا يستطيعون قال وخشعت الأقسام وليستم قال كانوا يدعون إلى السجود هم سالمون قال كانوا كانوا يسمعون حي على الصلاه حي على الفلاح ولا يجيبون طبعا انا مش هريد اطول عليكم اكثر من كده كان ممكن اقول لكم قد قلتوا ده عشر مرات ف اتقي الله سبحانه وتعالى لأن الرسول قال لم تقبل منه الصلاه التي صلاها في كثير من الاحاديث الصحيحه وعارفين معناها ايه الكلام ده؟ الرسول عليه الصلاه في الحديث اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامه الصلاه في اذا صلحت صلح العمل كله واذا فسد فسد, فسد العمل كله، طب جاوبوني انتم. صلاه غير مقبوله تصنف كيف تصنف؟ صلاه صالحه او غير او غير صالحه؟ صلاه غير مقبوله. اذا صلحت صلح العمل كله واذا فسدت فسد, فسد العمل كله، هل الصلاه غير مقبوله؟ صلاه صالحه ولا غير صالحه؟ يبقى اذا هتصنف انها غير صالحه والعمل بيبنى عليها يبقى العمل كله مصيبه كبيره جدا لذلك اوعى تصحى اوعى تصحى تصلي فجر وتسمع الاذان وتصلي جنب السير واتنين طبعا اللي بينام والاذان شغال ويفضل نايم لغايه تطلع الشمس دي كبيره من اكبر الكبائر لان الشيطان بقى في اذنه خلينا بتكلم عن الناس اللي بتتخاذل وما ينزل يصلي فجر يصلي في الجامع ده ده عبد الله بن ام مكتوم قال له يا رسول الله كبر كبر سني ووهن عظمي وعمي بصري ومعي غلام لا يلائمه لو تجد لي رخصه فاصلي في بيتي قال له تسمع أجزاء قال نعم قال لا لا اجد لك رخصه لا رخصة فاتقوا الله اتقوا الله قال اتقوا الله قبل فوات الاوان وقبل ضياع العمل